وهو هداف الفريق الاسترالي في الشوط الاول برصيد 3 اهداف. اذا على بركه الله يبدا الشوط الثاني، ونادي السد على الجهه اليمنى بلباسه الابيض، وكما ذكرت يبدا بتشكيل مغاير في الشوط الثاني بنزول حسين الصياد المحترف البحريني وعبد الله حافظ في الجهه اليمنى، بينما اجرى تغيير في حراسه المرمى بدخول يوسف العبد الله بدلا من الحارس الجزائري عبد الملك سلحاج. كرة أولى لصبحي سعيد إلى جعفر عبد القادر، حسين الصياد المحترف البحريني، ومجهود فردي وتسجيل أول أهداف وهذا اللاعب البحريني المتألق في صفوف المنتخب البحريني والقادم من الأهلي السعودي، يحترف لثاني موسم على التوالي مع الأهلي السعودي اللاعب البحريني حسين الصياد. إذا هدف أول في الشوط الثاني بالنسبة لنادي السد، والنتيجة 19 مقابل 13. كرة لمصلحة سيدني الاسترالي على الجهة اليسرى، مرة أخرى على الجهة اليمنى عند دانييل، وتصدي أول للحارس القطري يوسف العبد الله لنادي السد عن طريق الجناح الاسترالي. كرة أيضا تضيع على نادي السد سريعة، يحاول يلعب الهجوم المرتد السريع، بالفعل ينجح من خلال هذا اللاعب رقم 9 جاكوب. سجل 3 اهداف في الشوط الاول وهذا الهدف الرابع له. كره لمصلحه نادي السد في المنتصف، صبحي سعيد يحاول صبحي على الجهه اليسرى، جعفر عبد القادر والبحث عن لاعب يمررها لحسين الصياد، 1 ضد 1. صبحي سعيد يحاول خطا ورميه حره لمصلحه نادي السد، في التنفيذ ماريو حسين الصياد، خداع بالدوران ومجهود فردي واختراق من داخل الستة امتار، وهدف جميل للاعب البحريني حسين الصياد. 20 لنادي السد، 14 لنادي سيدني، وهنا ربما الهدف 21 لا تضيع على نادي السد، هدف سهل يضيع على نادي السد من خلال اللاعب ماريو توميتش. ماريو توميتش سجل 4 اهداف في الشوط الاول، بينما صادق علي او سيد قناوي عفوا عنده 3 اهداف في الشوط الاول، وامين بن نور ايضا المحترف التونسي سجل في الشوط الاول 4 اهداف. كره لمصلحه سيدني والبحث عن الهدف رقم 15، تصويبه برافو يوسف العبد الله، تصدي ممتاز للحارس يوسف العبد الله القادم من نادي الغرافه القطري في هذه البطوله والمشاركة مع نادي السد. كما ذكرت لكل نادي الأحقية بعدد مفتوح من اللاعبين المحترفين في بطولة العالم للأندية أبطال القارات. رمية 7 امتار 5 في المباراة لمصلحة نادي السد، أضاع واحدة في الشوط الأول أمين بن نور، والآن يسجل الهدف الرابع من خلال رميات 7 امتار. 5 اهداف لامين بن نور. والنتيجة 21-14، ندخل في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني. تقدم لنادي السد بكل اريحية على فريق سيدني الاسترالي. في حالة فوز السد ان شاء الله في هذا اللقاء راح ياتي كثاني المجموعة خلف برشلونة الأسباني، وفي انتظار الدور النصف النهائي بعد غد بلقاءين ناريين ابتداء من تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، بلقاء راح يجمع برشلونة الأسباني ونادي الجيش القطري، بينما السد راح يواجه فلانسبورغ الألماني في الدور نصف النهائي بعد غد يوم الخميس القادم بإذن الله.
دعوة للجماهير القطرية ومحبين كرة اليد في كل مكان للحضور لهذا المجمع الجميل، مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، وهذه التحفة المعمارية المكرمة الأميرية التي حظي بها الاتحاد القطري لكرة اليد، وصالة من 5500 متفرج تضم مرافق عديدة وجميلة أشاد بها الجميع والكثير من أعلى هرم بكرة اليد السيد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي عندما أشاد بهذه المنشأة الجميلة، منشأة الاتحاد القطري لكرة اليد تضم 60 غرفة للمعسكرات الوطنية للمنتخبات، وأيضا تضم مسبح وصالة جيمنازيوم وصالتين للتدريب مع الملعب الرئيسي اللي يقام عليه هذا التجمع العالمي لبطولة العالم للأندية. كرة لسيدني الأسترالي وهدف 15 والثاني لسيدني في الشوط الثاني. نذكر بنتيجة الشوط الأول، انتهت بتقدم نادي السد 18-13. سجل هدفين سيدني الأسترالي في 6 دقائق لعب إلى الآن الشوط الثاني. كرة لمصلحة السد عند اللاعب عبد العزيز الشمري، اللاعب رقم 66 في صفوف نادي السد على الجناح الأيسر. هنا لقطة لمدرب السد القطري التونسي منجي البناني، ومشاركة أولى لهذا المدرب التونسي القادم من الترجي التونسي، والترجي التونسي الذي خرج من المنافسة على المراكز الثلاث بعد خسارة اليوم أمام برشلونة الأسباني بنتيجة 37-23 في المباراة الأولى لبرنامج اليوم، بينما الجيش القطري خسر من فلانسبورغ الألماني بنتيجة 29-24، وفي اللقاء الثالث أيضا خسر الأهلي القطري من توبات البرازيلي بنتيجة 29-26. نلعب الآن المباراة الرابعة في اليوم الأخير للدور التمهيدي، وهدف جميل عن طريق اللاعب رقم 11 لينستروم لاعب نادي سيدني الأسترالي. ولينستروم عنده هدف في الشوط الأول، والآن هو الهدف الثاني لينستروم نجم سيدني الأسترالي. 23-16 والفارق 6 أهداف لمصلحة نادي السد. كرة جميلة لجعفر عبد القادر المحترف البحريني في صفوف نادي السد، ولاحظ الدفعة ويبدو أن فيها إيقاف دقيقتين، راح نشوف بالفعل إيقاف دقيقتين من الحكم الكوري الواضح على الشاشة للاعب رقم 10 في صفوف سيدني الأسترالي. هنا جعفر عبد القادر، وجعفر عبد القادر مسجل 3 أهداف إلى الآن، هدفين منها في الشوط الأول والهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني. كرة لمصلحة سيدني الأسترالي، محاولات لسيدني لتقليص الفارق، نزول دائرتين، كرة على الجهة اليسرى، محاولة ولكن مقطوعة من لاعبي نادي السد عن طريق جعفر عبد القادر مرة أخرى، صبحي سعيد، ولكن كرة وين من عبد الله الغامدي لاعب الدائرة اللي واضح على الشاشة لنادي السد، يصوب كرة وترتد من القائم الأسترالي، تعود مرة أخرى صبحي سعيد، ومحاولة اختراق دفاع أستراليا لنادي سيدني. صبحي سعيد المحترف التونسي في صفوف نادي السد، محاولة وبالفعل يسجل الهدف، ولكن الحكم يقول مشي بالكرة وأربع خطوات، هذه الإشارة تعني المشي بالكرة وأربع خطوات على صبحي سعيد. تبقى النتيجة 24-16 لمصلحة نادي السد. ندخل في الدقيقة 9 من الشوط الثاني، والكرة عند سيدني الأسترالي، دفاع 6-0 من قبل نادي السد،
متقدم على 9 امتار. لاحظ الخروج من لاعبين نادي السد على منطقة 9 امتار والنقص العددي في صفوف السدني الاسترالي بخروج اللاعب رقم 10. تصويبه برافو يوسف العبد الله، تصدي من يوسف العبد الله للكرة الماضية، نجم منتخبنا الوطني ونادي الغرافة يوسف العبد الله. محاولة لسيدني الاسترالي، يلعبها في المنتصف الى الجهة اليسرى، هدف رائع من هذا اللاعب ريناتو. 3 اهداف للاعب ريناتو، والان الهدف الرابع لهذا اللاعب اللي واضح على الشاشة ريناتو. 4 اهداف للاعب ريناتو لاعب سيدني الاسترالي. 7 اهداف الفارق لمصلحة السد القطري. ندخل في دقيقة 11 من الشوط الثاني والكرة سداوية، والان نزول اللاعب رقم 8 جانكو كافيتش لاعب نادي السد المحترف. كافيتش ورمية 7 امتار، رمية 7 امتار. السادسة لنادي السد، والمتخصص ربما كالعادة أمين بن نور في رميات 7 أمتار لمصلحة نادي السد. أمين بن نور إذن يصوب الكرة ولكن تصدي من الحارس الأسترالي. إذن أيضا رمية 7 أمتار ضائعة ثانية لنادي السد. كرة سريعة لنادي السد بعد ما ضاعت من سيدني الأسترالي وبمجهود فردي، و ربما فيها إيقاف دقيقتين على اللاعب الأسترالي. لاعب رقم 11 لينستروم للمرة الثانية يخرج الإيقاف لمدة دقيقتين. راح نشوف الإيقاف على اللاعب اللي واضح على الشاشة والتدخل على يد المصوب جعفر عبد القادر في اللقطة الماضية. حكم اللقاء يحتسب رمية حرة، وكانت أعتقد في وجهة نظري المتواضعة بأنها رمية 7 أمتار لأن جعفر كان منفرد تماما على المرمى. عموما تضيع الكرة لنادي السد، سريعة لمصلحة سيدني الأسترالي ويسجل من خلالها الفريق الأسترالي عن طريق اللاعب رقم 9 جاكو بتمريرة ذكية فاست بريك من الحارس الأسترالي، واللاعب منفرد تماما اللاعب الاسترالي ويسجل الهدف 18. اذا رقم النقص العددي في صفوف سيدني الاسترالي لانه قدر انه يسجل الهدف رقم 18. محاوله لحسين الصياد وخطا ورميه حره، يلعبها عبد الله الغامدي لاعب الدائره لنادي السد. ملعوب على الجهه اليسرى، جعفر عبد القادر يمررها لعبد العزيز الشمري وبرافو اول اهداف عبد العزيز الشمري نجم نادي السد من خلال الجناح الايسر ويسجل اول اهدافه في اللقاء عبد العزيز الشمري من خلال الجناح الايسر. 25 للسد 18 لسيدني الاسترالي، 7 اهداف الفارق. ندخل في الدقيقه 13 من الشوط الثاني وهذا اللقاء الأخير في الدور التمهيدي لليوم الثالث لبطولة العالم للأندية أبطال القارات السوبر كلوب. كرة لمصلحة سيدني الاسترالي، الحكم يحذر لاعب الدائرة لسيدني بعدم الدخول داخل المنطقة، ورمية حرة لمصلحة سيدني الاسترالي. ملعوبة لسيدني الاسترالي، محاولات لسيدني، وسيدني مسجل 5 اهداف في الشوط الثاني الى الان. كره لمصلحه نادي السد ترتد من رجل اللاعب اللي واضح على الشاشه لنادي سيدني جاكوب. محاوله لنادي السد، عند اللاعب رقم 8 كافيتش.
كافيد شوائي سجل اول اهدافه في لقاء اليوم لمصلحه نادي السد، الهدف 26 عن طريق كافيتش اللي واضح على الشاشه. اذا كافيتش يسجل اول اهدافه في اللقاء والهدف 26 لمصلحه نادي السد مقابل 18، يزداد الفارق الى 8 اهداف. كرة استرالية لجامعة سيدني والدفاع 6-0 لم يتغير من جانب نادي السد. تسويبه ولكن خارج المرمى ويبدو ان هناك ايقاف بالفعل على اللاعب ماريو توميتش لاعب نادي السد، والايقاف بعد دفعة للاعب سيدني الاسترالي اثناء التسويب، بالتالي الحكم اعطى اتاحة الفرصة ورمية مرمى لنادي السد، بينما العقوبة على اللاعب ماريو لدفعه بعد التصويب على اللاعب الاسترالي اللي يقوم بالسلامة. هنا لقطة لمدرب سيدني فيليب، مدرب سيدني الاسترالي. محاولة لنادي السد المنقوص من لاعب بخروج ماريو في دقيقة 14، كرة سداوية كافيتش، عبد الله حافظ على الجهة اليمنى، حسين الصياد مرة أخرى في المنتصف، تصويبه ولكن في خطأ وصافرة من الحكم الكوري. الحكم يشير بلعب الخطأ من مكانه على منطقة العشرة أمتار و إشارة للوقت السلبي على لاعبي نادي السد. يجب استخلاص هذه الكرة بتصويبة على المرمى، راح نشوف بالفعل تصويبة قوية من كافيتش والهدف الثاني الشخصي لهذا اللاعب كافيتش لمصلحة نادي السد. 27 للسد، 18 لجامعة سيدني الأسترالي، وندخل في منتصف الشوط الثاني ونلعب في دقيقة 16 من زمن الشوط الثاني. 14 دقيقة تفصلنا على نهاية اللقاء والتقدم سداوي بكل أريحية. محاولات لجامعة سيدني لتقليص الفارق وكرة سهلة جميلة على نادي السد ويحرز الهدف 19 لنادي جامعة سيدني الأسترالي عن طريق اللاعب رقم 11 اللي هو لانستروم، ويحيي زميله اللي مرر له الكرة اللي هو ريني. محاولات لنادي السد، تغيير في المراكز، عبد الله حافظ إلى الجهة اليسرى، حسين الصياد، عبد العزيز الشمري ينزل كدائرة ثاني. محاولات لحسين الصياد، جعفر عبد القادر خطأ ورمية حرة، نزول للاعب ماريو بعد استنفاذ العقوبة لمدة دقيقتين، هذا اللي واضح على الشاشة رقم 33 وخطأ لمصلحة نادي السد. تنفذ الرمية الحرة لنادي السد عن طريق ماريو في المنتصف إلى الجهة اليمنى، جعفر عبد القادر مرة أخرى يحاول لاعب جامعة سيدني الأسترالي بقطع الكرة، وعبد العزيز الشمري، والحكم يلغي الهدف على أساس أن عبد العزيز الشمري كان ملامس لمنطقة 6 أمتار، بالتالي يلغى الهدف الأخير. والنتيجة 27 مقابل 20 لمصلحة سيدني الأسترالي بهذا الهدف عن طريق الجناح الأسترالي. 27 للسد وليس 28. تم الغاء الهدف الاخير للاعب عبد العزيز الشمري. ارجو التصحيح من الاخوان في الكنترول، شكرا لمخرجنا وللطاقم الفني لقناه الكاس
والتي تنقل لكم الأحداث العالمية كما عودناكم دائما أولا بأول بهذا الحدث العالمي للسنة الخامسة على التوالي، بطولة العالم للقارات للأندية السوبر جلوب. كرة لجعفر عبد القادر، محاولات على الجهة اليسرى، عبد العزيز الشمري، كرة جميلة وتمريرة وتحرك بدون كرة من كافيتش اللي كان غير مراقب على منطقة 6 أمتار. لاحظ التصويبة الذكية من عبد العزيز الشمري وينهيها كافيتش، وثالث أهداف الشخصية كافيتش، والهدف 28 لنادي السد. 8 أهداف الفارق و18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. كرة لسيدني الأسترالي، محاولة وتصويبة قوية والحكم يشير بأن الكرة رميت مرمى. هذه التصويبة الأخيرة اللي صوبها اللاعب الأسترالي، ولاحظ يوسف العبد الله، ولكن دخول اللاعب الأسترالي داخل المنطقة، بالتالي رميت مرمى تعود لمصلحة نادي السد بهجمة منظمة. جعفر عبد القادر، عبد الله حافظ على الجهة اليمنى، ولا هدف لعبد الله حافظ من ناحية الجناح الأيمن، بينما عبد العزيز الشمري سجل هدف عن طريق الجناح الأيسر. هدف جميل من خلال اللاعب رقم 9 جاكوب لنادي سيدني الأسترالي. وهنا كرة قوية في اللقطة الماضية، والهدف الأخير اللي سجل اللاعب جاكوب لنادي سيدني الأسترالي اللي واضح على الشاشة، يقلص الفارق لسبع أهداف، 21 لسيدني الأسترالي، 19 لنادي السد. حسين الصياد ينزل كمهاجم ويستبدل في الدفاع. كرة لجعفر، كافيتش ودوران، ويبدو أن هناك إيقاف بالفعل، إشارة واضحة للتحويض، والحكم إشارته واضحة الحكم الكوري على اللاعب الأسترالي بالتحويض من الخلف بعد دوران جميل من اللاعب كافيتش، وقرار سليم من الحكم الكوري في اللقطة الماضية. إذن إيقاف لمدة دقيقتين على اللاعب الأسترالي رقم 27 ريناتو، واللي مسجل 3 أهداف ريناتو لنادي سيدني الأسترالي. كرة لمصلحة نادي السد عن طريق اللاعب جعفر عبد القادر، عبد الله حافظ، حسين الصياد في المنتصف، كافيتش يحاول ولكن مشي بالكرة من كافيتش اللي واضح على الشاشة، بالتالي مشي 4 خطوات وخطأ لمصلحة سيدني الأسترالي. يحق للاعب في كرة اليد الاحتفاظ بالكرة لمدة 3 ثواني أو بالمشي 3 خطوات فقط. كرة تعود لمصلحة سيدني الأسترالي، ملعوبة على الجهة اليسرى إلى المنتصف عند نيكلاس لينستروم، مرة أخرى عند اللاعب رقم 11 لينستروم، حاول يمررها للاعب الدائرة والمشجع الأسترالية في اللقطة الماضية تندب حظها، وهدف جميل ثاني لهذا النجم السداوي عبد العزيز الشمري. لاحظ الارتقاء الجميل وبكل أريحية يضعها من فوق الحارس الأسترالي، وتشجيع من مدربة منجي البناني للاعب عبد العزيز الشمري نجم نادي السد على الجناح الأيسر. محاولات لسيدني الأسترالي والمشاركة الثالثة لهذا النادي في بطولة العالم للأندية أبطال القارات بصفته بطلا لقارة أستراليا. كرة ضائعة على سيدني الأسترالي بعد تصديها من الحارس القطري يوسف العبد الله لمرمى نادي السد. محاولات عبد الله حافظ، تقاطع في المراكز، خطأ ورمية حرة من حسين الصياد اللي يطالب الحكم بإيقاف، وبالفعل هذه فيها إيقاف. شوف التدخل على وجه اللاعب وجسم اللاعب وليس على الكرة، ويعاقب عليها قانون كرة اليد بالإيقاف لمدة دقيقتين بعد التعديلات الأخيرة التي أجراها الاتحاد الدولي والمشرع في كرة اليد للاتحاد الدولي، وتغيير بعض
القرارات سواء بالدفع أو التدخل على جسم اللاعب وليس الكرة. عموما يحترم قرار الحكم الكوري. خطأ ورمية حرة وفي إيقاف دقيقتين على من يعني عطيت عقوبة التمثيل على اللاعب كافيتش وما عطيت اللاعب الاسترالي في اللقطة الماضية. قرار غريب من الحكم الكوري في اللقطة الماضية على اللاعب السداوي كافيتش وأعطاه للتمثيل وخداع على الحكم بالإصابة. عموما كرة لسيدني الاسترالي على الجهة اليمنى للجناح وبرافو يوسف العبد الله. تغطية ممتازة من الحارس يوسف في اللقطة الماضية وتصدي ممتاز من يوسف العبد الله. 29 هنا يوسف العبد الله لاحظ خدع اللاعب الاسترالي موه انه بيروح في الزاوية البعيدة وفتح له الزاوية الأولى وبعد ما صوب أغلق الزاوية الأولى وهي زاوية الحارس وهذا ذكاء ومهارة من الحارس يوسف العبد الله في اللقطة الماضية. كرة سداوية جعفر عبد القادر الصياد يا سلام كابتن يا حسين حلوة هدف رائع من اللاعب البحريني حسين الصياد وهدف جميل بمجهود فردي وارتقاء يسجل من خلالها الهدف 30 لمصلحة نادي السد. 9 أهداف الفارق يزداد الفارق بعد ما أنهى نادي السد الشوط الأول بخمس أهداف بنتيجة 18-13 يبدأ الشوط الثاني بمردود طيب من لاعبين نادي السد في هذه المباراة الأخيرة في الدور التمهيدي وتأهل لنادي السد والجيش القطري للدور النصف النهائي يوم الأربعاء القادم. دعوة للجماهير القطرية والمحبة لكرة اليد في القدوم لهذه التحفة المعمارية الرائعة في مجمع صالة الاتحاد القطري لكرة اليد في منطقة الدحيل ومؤازرة فرقنا القطرية ومشاهدة الفرق العالمية بحجم برشلونة الأسباني وفلنسبورغ الألماني بطل أوروبا. ربما هدف أول ولكن تضيع على عبد الله حافظ في اللقطة الماضية وسريعة من لاعبين سيدني الأسترالي وتسجيل هدف سهل والهدف 22 لمصلحة سيدني الأسترالي. لاحظ لب جميل لا يسأل عن هذا الهدف الحارس يوسف العبد الله على أساس أن اللاعب غير مراقب ومنفرد تماما كان في المرمى السداوي واللي سجل من خلالها الهدف 22 لمصلحة سيدني الأسترالي. كرة سداوية والزعيم السداوي كافيتش محاولة لقطع الكرة من لاعب سيدني الأسترالي لكن تعود مرة أخرى لكافيتش لاعب نادي السد على الجهة اليسرى. جعفر عبد القادر يحاول مرة أخرى لاعب سيدني من قطع الكرة تعود لحسين الصياد على الجهة اليمنى. خطأ ورمية حرة. 5 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الثاني واللقاء والتقدم سداوي. جعفر عبد القادر تصدي من الحارس الاسترالي في اللقطة الماضية. الحكم الكوري يحتسب رمية حرة أو جانبية لنادي السد. كافيتش يبحث عن الغامدي تصويبة غير متقنة من كافيتش وتصدي من الحارس الاسترالي دانييل أو باسكال. دانييل هو الحارس البديل. خطأ ومشي 4 خطوات على اللاعب الاسترالي بإشارة واضحة كانت من الحكم الكوري. حسين الصياد على الجهة اليسرى تمريرة خاطئة وينفرد تماما على المرمى السداوي من اللاعب الاسترالي ويسجل هدف سهل لدياكو اللاعب الاسترالي بعد كرة كانت خاطئة وتمريرة خاطئة من اللاعب حسين الصياد وانفراد تام على المرمى السداوي بدون رجوع أي لاعب من لاعبي نادي السد لهذا اللاعب اللي واضح على الشاشة دياكو. كرة سداوية والزعيم السداوي يسيطر على هذا اللقاء بفارق 7 أهداف. كرة ضايعة على نادي السد
لسيدني الاسترالي، خطأ لمصلحة سيدني الاسترالي. تلعب على الجهة اليسرى وهدف جميل، ولكن الحكم يلغي هذا الهدف لسيدني الاسترالي على أساس أن اللاعب كان ملامس لمنطقة الستة أمتار، بالتالي يلغى الهدف الأخير لسيدني الاسترالي. النتيجة 30-23، دقائق قليلة تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني وهذا اللقاء الأخير في برنامج اليوم الثالث لبطولة العالم للأندية أبطال القارات باستضافة نادي السد، وبروفا أخيرة لبطولة العالم القادمة في يناير 2015 في أحدى الملاعب التي ستقام عليها بطولة العالم، وهي صالة مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد في منطقة الدحيل، بينما الصالات الأخرى التي راح يستضيف من خلالها كأس العالم صالة السد الجديدة ب5000 متفرج، بينما صالة الوسيل التي سيقع عليها الافتتاح والختام لبطولة العالم القادمة تتسع ل15000 متفرج، وهي أحد الصالات العالمية التي سيقام عليها الحدث العالمي في نسخته 24. خطأ على سيدني الاسترالي وكرة سداوية. 30 للسد، 23 لسيدني الاسترالي. تهدئة من عبد الله حافظ على الجهة اليمنى إلى اليسرى لعبد العزيز الشمري، حسين الصياد وعنده تكتيك معين بين حسين وعبد العزيز. بالفعل كان حوار بين حسين الصياد وعبد العزيز الشمري قبل هذه الكرة، وتمريرة ذكية كانت وهدف جميل لعبد العزيز الشمري لمصلحة نادي السد. كرة سريعة لسيدني والحكم يقول ما فيها شيء ورمية مرمى. لاحظ التقاطع والتفاهم بين حسين الصياد و جعفر عبد القادر، وكرة كانت وهدف جميل لهذا اللاعب عبد العزيز الشمري اللي واضح على الشاشة. عبد العزيز الشمري 3 أهداف لعبد العزيز في الشوط الثاني، وسلامات للاعب اللي مصاب من نادي سيدني رقم 23 دياغو اللي أصيب في اللقطة الماضية. هدفين لدياغو في لقاء اليوم، يقوم بالسلامة اللاعب الاسترالي. دقيقة ونصف تفصلنا على نهاية الشوط الثاني وهذا اللقاء بين نادي السد القطري وسيدني الاسترالي، والتقدم سداوي بنتيجة 31-23 لسيدني الاسترالي. تكتيك معين بين حسن الصياد وجعفر عبد القادر بحوار بحريني. لاحظ جعفر عبد القادر حاول يمررها للغامدي ولكن في خطأ على من راح يشوف إيقاف دقيقتين على اللاعب الأسترالي رقم 8 فيكتور. لاحظ الدفعة القوية على جعفر عبد القادر أثناء التصويب، ولكن الحكم أعطى إتاحة الفرصة واتخذ قراره بعد الكرة الأخيرة، بالتالي إيقاف دقيقتين على اللاعب الأسترالي. والهجمة أسترالية لسيدني وجامعة سيدني المتأخر بفارق 8 أهداف. كرة أسترالية لتقليص الفارق لجامعة سيدني، محاولة تصويبه، برافو يوسف العبد الله، تصدي ممتاز من يوسف العبد الله في اللقطة الماضية. في إيقاف على من؟ على اللاعب الاسترالي واللي كان محوط جعفر عبد القادر. اذا يحصل على الايقاف الثالث هذا اللاعب رقم 11 ويستبعد من اللقاء لانستروم. لكل لاعب 3 ايقافات لمده دقيقتين، بعدها يستبعد ببطاقه حمراء، بالتالي يستبعد من اللقاء، وبعد دقيقتين ممكن ينزل أي لاعب مكانه، ولكن الوقت خلاص على نهاية اللقاء، بالتالي سيدني الاسترالي منقوص من لاعبين
محاولة لعبد الله الغامدي ربما أو الهدف الأول له في اللقاء الشرفي لعبد الله الغامدي، وفرحة من مدربة منجي البناني، وهذا الهدف الشرفي لعبد الله الغامدي في هذا اللقاء وربما هو الهدف الأخير لنادي السد. راح نشوف كرة لسيدني الاسترالي، تقدم من حسين الصياد على اللاعب الاسترالي على الظهير الأيمن سبيستيان، صافرة كورية وخطأ لمصلحة سيدني الاسترالي، كرة مقطوعة من لاعبين نادي السد وسريعة، ولكن ينتهي هذا اللقاء أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان بفوز نادي السد الصريح على سيدني الاسترالي بنتيجة 32-23. نبارك لنادي السد الفوز والتأهل للدور نصف النهائي ومقابلة فلانس.